هذه الحلقة من برنامج واش فهمتونا غادي نتعرفوا على منصة الشباب الحي المحمدي، وهي جمعية كتقدم خدمات متنوعة لفائدة شباب المنطقة، بحيث غادي نتعرفوا أكثر على كيفية الاستفادة من الدعم اللي كتقدمه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإطلاق مشاريع الشباب، وأيضا خدمات تهم تأطير الشباب الباحث عن عمل وحصص التوجيه اللي كينظمها الشباب المجد في منصة الشباب الحي المحمدي. خليكم معنا. ديالنا بعمالة عين صباحي محمدي، دونك هي منصة اللي تكريت في 2020 وكتسيرها جمعية طموح الشباب، دونك جو سوي لو بريزيدون ديالها ديال لاسوسياسيون. جمعية طموح الشباب هي جمعية شابة وجميع الأعضاء كلهم شباب، دونك عندنا بزاف الفروع كل سوا داخل الدار البيضاء ولا خارجها في دي زونيفرسيتي وفي دي فاكولتي اللي حتى هما كاين فروع كيسيروهم اللي شباب اللي تابعين الجمعية ديالنا وعندهم استقلالية ديالهم أنهم حتى هما كينظموا أنشطة وكينظموا ورشات في داخل المدارس ديالهم ولا خارج المدارس. واش أي شخص ممكن ينخرط في العمل الجمعوي؟ اي شخص عنده الحق، واذا كانش عنده الرغبه يقدر يخرط في العمل الجمعوي. يعني تحتاج مهارات خاصه اللي يخليني اصلا نفيد الاخر. المهارات كي تكتسبوا داخل الجمعيه، وصراحه حنا ربما انا التجربه ديالي وهي اللي دي باش غادي نكري لاسوسياسيون في لا بيريود ديالي في لونيفرسيتي، كنت داخل ان كلوب سيغ نادي وسط لونيفرسيتي كنديروا ورشات انشطه، دونك انت دخلتي وتعلمتي وطورتي المهارات ديالك داخل داك النادي، دونك حتى واحد فينا ما كيتزاد معلم ولا سميتو. اول حاجه ما كتدخل للعمل الجمعوي انت بعدا كتعلم كيفاش تدوي، كتعلم كيفاش تكلم، تاخذ لا بارول، كيفاش تنظم الانشطه، كله ديزافونتاج وشي حوايج اللي ما كيتقراوش، اللي ماشي تيوريك، اللي كيتكتسبوا ومن التغا، وماشي شي واحد يقول لك غادي نجي نقراهم وخا تقراهم ليه ما غاديش يشدهم. دونك حنا هاد المهارات تعلمناهم صراحه في لو طرافي اسوسياتيف وزدنا طورناهم وباش نعطيو لا غوليف لدوطخ بيرسون حتى هما اللي جاوا بداو معنا، داكشي حنا اللي تعلمناه واللي تكوننا فيه خصنا حتى حنايا نعطيو لهم باش حتى هما ياخذوا لا غوليف وحتى هما يكونوا ناس اخرين ان شاء الله من اللي غادي دونك هاد لا غوليف هادي طالما انتم تستافدوا بشكل كبير من يعني ممارسه العمل الجمعوي. هنالك ايضا انشطه اللي تتقدموها، خدمات اللي تتقدموها واللي كيستافدوا منها الشباب ديال المنطقة اللي كتواجد فيها الجمعية، واش ممكن تعرفوا عليها؟ الخدمات اللي كنقدموها في منصة الشباب اللي داخلة في المرحلة الثالثة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كنشتغلوا في ثلاثة المجالات. دونك الشق الأول اللي هو لو فول ديال لومبلويابيليتي ديال التشغيل بالنسبة للشباب الحاملين الشهادات ولا سيغ لي جون ديبلومي اي نون ديبلومي، كاين ان بروغرام دكومبانيومون دو فورماسيون دورينتاسيون ديالهم، كنواكبوهم كنوجهوهم كنفورميوهم كنشوفو شنو البيزوان ديالهم وشنو لو بروبليم اللي ما خلاهم انهم يولجوش بسهولة لسوق الشغل. بالنسبة للشق الثاني اللي هو ديال لونتربرونيا بالنسبه للشباب حاملين المشاريع، كاين ان بروغرام داكومبانيومون ديالهم جهوايا وكاين ان بروغرام دو فينونسمون ديال المشاريع ديالهم. لو بروغرام دو فينونسمون كيكون اون اكيبمون اي ماتيريال اللي كيقدر الي اونتر من 100000 حتى 200000 درهم ديال هاد الشباب، وكاينين دي كريتير ديال ليجيبيليتي ديال المشروع وكيواكبوه، كاين ان بروغرام دو فورماسيون اللي كيقادو مع لو مونتاج دو بروجي لو بيزنس بلان والعديد من العديد المراحل اللي كيدوزها في هذيك لا فورماسيون باش ان شاء الله بين ما قاد لو بروجي ديالو كيدوز سواء يدير مقاوله ولا شركه ولا شي حاجه باش ان شاء الله كيتمولوا المشروع ديالو ويديفلوبي المشروع ديالو، والهدف انه حتى هو يطور المشروع ويخدم معاه دوطخ بيرسون وينجح المشروع ديالو. دونك هادشي اللي بالنسبه للشق الثالث هو الشق ديال ليكونومي سوسيال اي سوليدار، هو
شخص مختص بالتعاونيات وسميتو حتى هو كاين ان بروغرام دو فورماسيون ديالهم وان بروغرام دو فينانسمون حتى هما ديال المشاريع ديال التعاونيات وسميتو ان سياسير كنعتقد بانه جا الوقت الان باش نطلقوا نكتشفوا الجمعيه نتلاقاو بالاعضاء ديالها ونتعرفوا شويه على الانشطه اللي تتقدموها بالتفصيل باش المشاهد اللي طبعا تيهمو يتعرف على الانشطه الجمعويه وكيهمو ربما يمارس النشاط الجمعوي او يستفد من الخدمات اللي تتقدمها يتعرف عليها له. مرحبا بكم ان شاء الله، تشوفوا معنا الاعضاء وشنو هما الانشطه والخدمات اللي كنوفروها للشباب ديال الحي المحمدي وديال المنطقه اللي كنشتغلوا فيها. مرحبا بكم. يلا انا موراك. تفضلوا معي. سي زهير سي منير، غادي نواصلوا النقاش ديالنا في هذه الحلقه الخاصه بمنصه الشباب واللي ربما كتهتموا بشكل كبير مع بحملات المشاريع. دونك عندكم برامج خاصه لانشاء مقاولات صغرى للشباب اللي عندهم افكار، اللي عندهم رغبه في انهم ينشئوا مقاولاتهم الخاصه، اللي عندهم رغبه انهم ما يكونوش ديبوندون ويقلبوا على الخدمه عند شي واحد. والجميل في الامر ايضا انكم تترافقوهم تعطيهم اون فورماسيون تديروا معهم دراسه يعني شامله لانجاح المشروع ديالهم، بالاضافه لراس المال اللي على حسب ما سمعت من عندك توصل حتى ل 10 مليون او 20 مليون 100 مليون مبلغ مهم جدا. فنبغيو تفاصيل شويه على هذا المشروع او هذه المبادره الوطنيه التنميه البشريه اللي تلقاتها كاعتقد في نسختها الثالثه واللي مستمره عن طريق المنصات. تفضل. دونك كيف ما سبق شرحت لك سي علي بان منصه الشباب ديال الحي المحمدي اللي تم الانشاء ديالها في اطار المرحله الثالثه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه واللي تخصصت بتحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب. دونك في الشق الثالث اللي هو كيتختص غير بالحامل المشاريع الشباب اللي عندهم افكار وعندهم مقاولات سواء كانوا اسسوها ولا يلاه غيديروا التاسيس ديالها، وبالنسبه حتى اللي عندهم لاكارت ديال المقاول الذاتي حتى هما كيستافدوا معنا هنايا في المنصه. دونك كاين ان بروغرام ديال دونك ان بروغرام داكومبانيمون ديال هذه الفئه هذه، كاين ان بروغرام خاص اللي فيه التكوين ديالهم. دونك كاين ان بروغرام دو فورماسيون اللي كيتراوح ما بين 30 حتى 40 ساعه، دونك اللي كيكون فيها التكوين ديالهم باش يقادوا المشروع ديالهم، ومن بعد ما كيكملوا التكوين وكيقادوا البيزنس بلان والمونتاج دو بروجي والمسائل ديال البروجي كامل كدوز ديك الساعه باش كنقدموا المشاريع ديالهم للعماله ديال العين السباحي المحمدي اللي كيشرف عليها السيد العام اللي هو رئيس اللجنه الاقليميه، باش المشاريع ديالهم كيتم المصادقه عليهم في العماله وكيتمولوا. دونك كما قلت لك ان التمويل كيقدر يمشي حتى ل 100 درهم اون اكيبمون اي ماتيريال. دونك الشاب سواء هنا كنديروا معاه لا كرياسيون ديال لونتربريز ديالو باش كيدوز من لانفورميل للفورميل، دونك سواء اسس مقاوله شركه ولا تكون عنده لاكارت ديال المقاول الذاتي، وداك الساعه باش ان شاء الله ملي كدوز للكوميتي في اللجنه وفي العماله وكيتم المصادقه على المشاريع كيتم داك الساعه لو ديبلوكاج ديال الفلوس باش يقدروا داك الساعه ياخذوا الماتيريال وداك الشيء اللي خاصهم باش يبداو المشروع ديالهم. اذا قبل ما نوصلوا للفلوس كنعتقد بانه هنالك دراسه وهنالك تكوين المرافقه ومساعده هاد الشباب لتحقيق المشروع ديالهم، واكيد هاد التاطير هذا كيتم معكم سي زهير وكيتم معكم في المنصه. وكنعتقد بانه من المهم جدا يمروا بهاد المراحل هادو باش يقدروا يوصلوا للفلوس اللي هي اهم حاجه. دونك واش تقدر تشرح لنا شنو هي الخدمات اللي كتقدموا لهم سي زهير؟ بالطبع. دونك الشباب اون جينيرال فاش كيجيو لمنصه الشباب كيجيو كيف ما قلنا بديزيدي، دونك عنده فكره لقى مشكل ما عندوش لي مويان ما عندوش الموارد الماديه باش يقدر يفينونسي مثلا لو بروجي ديالو. دونك كيجي عندنا عنده فكره كيقدم الفكره ديالو، كتكون دراسه ديال الفكره كتكون كيكون ان اكومبانيمون افيك دونك هذاك لو جون ايفونتوالمون دي ان اكومبانيمون افيك دي فورماسيون افيك ان بروسيسوس بيان بريسي قبل ما نوصلوا لا برودكتيفيتي ولا لا فاز دو فينانسمون باش يقدر يبدا المشروع ديالو. دونك كيقدم المشروع كتكون الدراسه كيشوفوا الامكانيات
الا مثلا المشروع كيخصو مكان دونك خصهم يشوفوا معاه اللوكال واش داكشي واش هذاك اللوكال باغ اكزومبل اللي عند هذاك لو كونديدا خدام ليه ولا ما خدامش ليه دونك هادشي كامل داخل في الدراسه ديال المشروع ديالو كاينين دي سبيسياليست اللي كيخدموا معانا بيان سور دونك دي زونكادرون ديال سو سون دي سبيسياليست ديال لو دومين دونك كي اونكادريو هذاك لو جون كيعاونوه باش يقاد البيزنس بلان حيت كيف ما كنعرفوا اي مشروع حاليا ما تقدرش تجي وتبدا المشروع ديالك الا ما كنتيش داير بيان سور ان بيزنس بلان ديالك دونك كي اكونبانيوه في البيزنس بلان ديالو كيمشيو معاه في هذوك لي زيتاب كاملين دونك كيقدم المشروع البيزنس بلان كيوجدوا معاه البيزنس بلان ديالو كيشوفوا معاه واش غيخصو واش غيخصو ماتيريال واش غيخصو ان بودجي ولا اي حاجه دونك بار لا سويت هي باش كندوزو من بعد المصادقه سي لو بروجي دونك كاين واحد الكوميتي اللي بيان سور كي اكوردي لا بلاتفورم باش تخرج باغ اكزومبل لو فينانسمون لهاد السيد ولا لهاد لو جون باش يقدر يبينيفيسي منه اي باغ لا سويت هي فاش كندوزو بيان سور لا فاز ديال الفينانسمون باغ رابور لا فاز فينال اللي هي لو فينانسمون وهي اللي اهم مرحله ان لو فينانسمون ما كيتاكوردش عندنا هنا في المنصه دونك حنا كنديروا معاهم دونك المواكبه التوجيه يقابلوا مونتاج دو بروجي بيزنس بلان حتى كيقاد لو بروجي ديالو يكون بيان في سليم قاد دونك من تما كتكون واحد الكوميتي اللي هذوك اللي كونيدا ولا هذوك لي بينيفيسيار كيبريزونطيو لي بروجي ديالهم في العماله كاين واحد اللجنه اقتصاديه اللي فيها فناس مختصين وشركاء وكل بينيفيسيار كيبريزونتي لو بروجي ديالو كيكونوا دي كيسيون كيشوفوا السيتو ومن بعد كيتم المصادقه على هذوك المشاريع من بعد المصادقه اوتوماتيكمون من بعد كيقاد الوريقات المسائل ديالو وكيدفع في العمل باش ان شاء الله يكون لو ديبلوكاج ديال هذوك لو مونطون اللي هو طلب بور لو بروجي ديالو دونك سي زهير بغيت نعرف من عندك واش ممكن الفكره مشروع ترفض يعني فقط انطلاقا من الفكره قريتو يعني فكرة المشروع وتقولوا لا ما يمكنش صعيب ترفض الفكرة صعيب تاخذ فكرة ديال الشاب وترفضها من دي لو بروميير كو دونك غنشوف الفكرة باغ اكزومبل ونقول ليه لا راه ما يمكنش ليا نحقق المشروع ديالك لا دونك عندنا معايير كاين دي كريتير ديال ليجيبيليتي دونك هاد لو جون خصو يكون بيان سور كيتوفروا فيه هذوك المعايير كيقدم الفكرة ديالو وكيف ما قلت سبق وقلنا لكم دونك كاينين دي سبيسياليست دونك اللي كيديروا معاه الدراسه ديال المشروع دو ا زد باش كنشوفوا لا فيزابيليتي ديالو واش كيمكن لينا نوفروا ليه الامكانيات كو سواء الماديه ولا المعنويه باش يقدر يحقق المشروع ديالو ولا لا ولا نوجهوه باش نوريوه اشنو المسار اللي يقدر ايفونشوالمون يتبعوه باش يقدر يحقق سوا ديزون هذاك الليدا اللي عنده هو في راسه شكرا لكم تبارك الله عليكم السلام عليكم كي داير الاخت سميحه لاباس عليك صافي كريم صافا بخير الحمد لله كلشي بخير الماتير ديالك راه واجد دقيقه نعيط لمسيو منير ويجي عندك داكور مرحبا وي مسيو منير صافي كريم رجع لك بالماتيريال داكور انا دابا عندكم داكور ها هو جاي دابا معكم صافي بخير مساء عليك صحه لاباس مزيان وراني اخبارك كدا شي مزيان بحال شويه جيتي باش ناخذ المطري ديالك دونك مرحبا تفضل معايا دونك كيفما اتفقنا راه توصلنا من عند لا فونداسيون محمد سانك بالماتيريال ديالك في اطار الشراكه مع المنصه والمبادره الوطنيه للتنميه البشريه دونك راه كاين هاد البطاوتي وهذوك الماتيريال دونك كيفما طلب داكشي اللي قلتي طلبتي لينا حنا توصلنا به باقيين غير واحد لونغاجمون واحد البال هاد العقود باش تسني لي عليهم بانك توصلتي بالماتيريال ديالك وان شاء الله نتمنوا لك التوفيق في الماتيريال ابري فيريفيكاسيون حتى هي غير تمايا الا كان ممكن شكرا دونك السعب الكبير غتبقى عندك انت كوبي من هذا وحنا غادي نحتفظوا بالاخرين
هذا خليها هذا غادي غادي تبقى عندك مثلا وتجي شي حاجه هذاك البيال باش يبقى عندك شي حاجه في الماتيريال شي حاجه كاينه لا غارونتي نقصنا نقدروا حنا نتصلوا بالفورنيسور ولا شي حاجه وكنتمنى لك ان شاء الله مسيره موفقه تنجح في المشروع ديالك الهدف هو انك انت تطور مشروع تنجح فيه وتخدم معك ناس اخرين ان شاء الله ولا كان ان شاء الله شي فرصه اخرى باش خصك ماتيريال اخر باش تطور المشروع ديالك والمقاول ديالك ان شاء الله مرحبا بك حنا باش نساعدوك الباب تاعنا مفتوح هنايا في المنصه والله يسر أمور صفاء أسامة شكرا لكم أنكم غادي تواصلوا معنا فيما يخص الأنشطة نتاع لا بلاتفورم اللي تتشتغلوا عليها بجد بحماس عندكم رغبة في مساعدة الآخر وبالخصوص الشق اللي تتكلموا فيه على مساعدة حاملي الشهادات أو الباحثين على عمل صفاء Moi, en premier lieu, j'ai bénéficié d'une formation, le programme Réussir, lesquels, en partenariat avec l'IDH, le NCG CASA et bien sûr l'Ambition Jeune, l'association Ambition Jeune. Donc j'ai bénéficié de cette formation pendant 3 mois, qui a fait beaucoup de modules, les amis de entrepreneurial skills, digital skills, communication skills, life skills and job skills. هاد لو باك كان فريمون بالنسبه لينا كاملين انا لي جون اللي كانوا معايا ان باك بارفي فهمتي كومبلي اللي عاوننا كاملين في اوتون كو جون ديبلومي شيرشور دامبلوا بيان سور اكتيف دونك ديك ساعه جي بلو سافوار كو هاد لو دومين سي فريمون تري انتريسون وكنت فرحانه بزاف انني انا نكون ندوز نولي دوفرير هاد لو سيرفيس لدوتر جون باش يبينيفيسيو من لو ميم سيرفيس اللي انا بينيفيسيت منه دونك السؤال اللي كيطرح نفسه الى اي مدى كتنجحوا في هذه المهمه هذه واش عندكم ارقام ان روتور من عند لي جان اللي تيدوزوا تياخذوا هذه لي فورماسيون وتتلقاو بانه هذه لا فورماسيون تؤتي اكلها بيان سور كاين واحد لاكومبانمون ديال لي كانديدا انسي دو سويت اي كنشوفوا واش ايفيكتيفمون انسيرا في المارشي دو ترافاي واش ضمن بلاصتو كما تنقولوا واش اي توجور اون comment dire en stage de test ou quelque chose comme ça et في ديك اللحظه une fois qu'il stabilise كنشكرو كن recommander aux d'autres recruteurs et bien sûr il est même qu'un suivi donc il y a pas un résultat داكشي اللي كنديرو et هادشي علاش حنا automatiquement تنتبعوا الكانديدات من démarrage حتى fin de carrière des fois si effectivement كاين داك suivi Et bien sûr, dans le cas où la personne m'a demandé de blaster, soit je vais faire soit je vais faire intégrer des choses, quand je vais faire des choses, quand je vais faire des choses, quand je vais faire des choses, soft skills, quand je vais faire des choses, 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 quand je vais Donc, il y a beaucoup de choses à faire, ou alhamdoulilah, il y a beaucoup de gens qui jouent, qui trouvent. كتبوا داك التعاونيه وداك الشيء وشحال هادي ما كانتش اكسيسيبل كان دي فورماسيون خاص بنادم يقلب عليهم والمشكل هي ان الناس ما كيعرفوش يقلبوا فهاد الوقت هادي دابا ولات لافورماسيون في انترنيت كاين لا بوبليسيتي كاين الناس كيسمعوا هنا كاين واحد لاسوسياسيون كتعاون هنا المهم كنضمنوا واحد المستقبل واخا سي با سور 100% سا ديبوند لا بيرسون لو كانديدا واش ايفيكتيفمون واش باغي يخدم باغي يمشي بعيد ولا لا النوعيه ديال الشباب اللي تيجي ويقلبوا على مساعده من اجل ايجاد عمل كيفاش تلقاوهم شنو نوعيه المشاكل اللي تتكون عندهم وكيفاش كتقدروا تساعدوهم في حلها On accueille بدا toutes les tranches d'âge et même si on a des critères d'âge في البدايه ديال الاكوي بنشرحوا لو بروسيسوس en fait le service اللي qu'on offre كان on accueille tout le monde après les jeunes اللي كنخدموا معاهم À chaque fois, tu as un problème. Il n'y a pas un modèle exact dans tout ça. Chacun a le modèle qu'il faut traiter avec lui. Des fois, du cas par cas Bien sûr, parce que l'écoute est individuelle. On accueille avec les conseillers d'Yana qui accueillent avec les jeunes individuellement, qui font l'écoute, qui sont exactement ce sont les problèmes qu'ils ont, ce qu'ils ont la plateforme en gros, généralement ce qu'ils ont. Après, ils présentent le service d'Yana, كان اورينتي وبار لا سويت على حساب البيزوان ديالو شنو هو باغي اكزاكتومون من لورينتاسيون
تما كيبدا لو سويفي سي ان اكونبانيمون علاش كنقول ان اكونبانيمون سي ان سويفي جوسكو بو مني كيفما قال مون كوليغ سي كو من الاول كنبداو معاه كنعرفو شنو باغي كان الا كان محتاج دي فورماسيون كنديرو معاه دي فورماسيون ابري لانسيرسيون ديالو اي بوي داك لاكونبانيمون كنبقاو ديما ان كونتاكت معاه s'il y a des problèmes, s'il est bien accueilli dans l'environnement dialo, s'il est bien à l'aise. Sinon, il y a quand même des petits problèmes, zama kanhellouhom hna mel dakhl fhamti mel loul. Tbarakallah alaykoum, chokran alaykoum bzaf. مبروك عليك لا فورماسيون وشكرا لك انك قبلتي تشاطري معنا التجربه ديالك مع منصه الشباب اللي بغينا جميع الشباب ديال المنطقه يتعرفوا عليها وتعرفوا على الخدمات اللي كتقدمها باش يستافدوا منها بحالك دونك انت كيفاش تعرفتي على هذه الجمعيه الاسوسياسيون تعرفت ليها فاش ديك الساعه كانت يلا كتبنا باقي ما عرفتش صراحه غتكون منصه دار الشباب المهم بقيت مني دازت واحد لا بيريود مني شفتها صافي يعني فتحت البيبان ديالها للشباب دخلت قيدت فيها عرض عليا لا سيكوريتي ديالها نعطي لي زانفورماسيون ديالي والنيميرو تيليفون الا كان شي حاجه غادي يعيط ليا ابري من داز واحد لا بيريود عيط ليا وقال لي راه جي عندنا واحد لي زانفورماسيون كندوزوهم يا ابري كاين لي بروجي اول حاجه ما اقتنعتش بلي بروجي حيت مازال ما عنديش ليكسبيريونس ليهم دونك اختاريت الطريق ديال لي زانفورماسيون اول فورماسيون دوزت ديال سكيلز فور ساكسس هي اللي خديت الدبلوم ديالها دونك مهارات من اجل النجاح واللي خديتي لو دبلوم ديالها واللي غادي تمكنك انك تقدري تحضري لو سي في ديالك بوحديتك بالاضافه لعدد كبير من المهارات الاخرى واش تقدري تكلمينا عليها اول حاجه هاد الفورماسيون بدلات فيا بزاف د الحوايج اللي ما كنتش في الاول عاطيهم اهميه في الحياه ديالي اول حاجه لي سي في ما كنتش كنزعم نصاوب سي في ديالي ما كنتش لو انا لي فورماسيون عندي ما كنعرفش كيفاش البلان اللي حاط باش نصاوب سي في كنت كنعتمد على لي سي في تعلمت نصاوب سي في راسي نحط لي زوبسيون اللي انا باغا نحط ونعرف شنو كنحط فيه تعلمت نبريزونتي راسي قدام مثلا الشركه الا مشيت كيفاش نحضر الامتحان كيفاش نبريزونتي راسي طريقه اللبس ديالي لي زانفورماسيون اللي نجيب معايا وكيفاش ننمي الذات ديالي نثق في راسي ونبريزونتي راسي للناس ممتاز عتيقة شكرا لك بزاف على هذه المعلومات هذه كامله وكنتمنى لك حظ موفق ميرسي بوكو أنا سعيد جدا بالتواجد معكم في منصة الشباب وعندي واحد الفرحة كبيرة أنكم كتقاسموا معنا واحد الهم مع برنامج واش فهمتونا لمدة طويلة وحنا تنشتغلوا على التوجيه ديال الشباب واكتشفت أن عندكم واحدة من الأنشطة الأساسية اللي كتقوم بها الجمعية اللي هي التوجيه دونك غنبغي نتعرف اول حاجه كيفاش جاتكم الفكره كيفاش حملتوا انتما هذا الهم باش تعاونوا الشباب من بعد فيما بعد تعرفوا على التفاصيل اوكي تفضلي خلود معافي دكتوره في الصيدله وفي نفس الوقت عضوه في جمعيه امبيسيون جون بالنسبه للنشاط اللي كنقوموا به في توجيه ديال الطلبه اولا ديال الخريجين حاليا هو في الاول كان نشاط عادي بالنسبه لينا خارج على الانشطه الكلاسيكيه اللي كنقوموا بها قلنا علاش لا نمشيو للمؤسسه اللي قراو فيها معظم المنخرطين في الجمعيه وسمينا النشاط من هنا بدينا شاركنا معهم واحد الندوه جاو دي زانترفونون اللي كانوا قراو في نفس المؤسسه شرحنا لهم المسارات الدراسيه ديالنا المختلفه واسبوع من موراها درنا ان فوروم في نفس المؤسسه تما لقينا ان التلاميذ كانوا متعطشين بزاف للتوجيه وكانوا عندهم بزاف ديال الاسئله و فريمون بيردو باغيين يعرفوا فين شنو غادي يديروا كيفاش يمكن لهم يديروا واخا كانوا بزاف ديال المؤسسات ولكن كتلاميذ كانوا مازال ما عارفينش دونك من هنا جات الفكره اننا نوسعوا النشاط ديالنا ونعطيوه نكرسوا ليه واحد الوقت اللي هو اكثر
وحتى الحمد لله الاعضاء اللي كاينين في الجمعيه مساراتهم مختلفه المهنيه بطبيعه الحال عاونتنا اننا نوجهوا للمستفيدين. فبدا النشاط على مستوى ديال الجمعيه، بدينا في الاول بتلاميذ ديال البكالوريا كيف قلت كنوجهوهم باش يحسنوا اختيار ديال شنو بغاو، خاصه ملي ما كيكونش الوالدين كيعرفوا يوجهوهم اولا لونطوغاج ديالهم ما كيعاونهمش. من مورها لقينا ان واحد الفئه اخرى اللي حتى هي باغا الاستفاده من الجمعيه واللي هي فئه ديال المتخرجين، يعني عندهم دبلومات حاصلين على شواهد ولكن ما لقاو راسهم ماشي في الميدان اللي بغاو اولا بغاو يديروا ميدان اخر وما عرفوش كيفاش يديروا، فحتى هما كيلتحقوا بينا وكنحاولوا ما امكن نوعيهم وتا هما كنوجهوهم. نتبارك الله عليكم، وكنعتقد انه الصدفه لعبت دور كبير فانكم توعوا بهذه الضروره القصوى اللي كاينه عند هاد لا كاتيجوري دو جون اي بي لو بروبليم بيرسيست، المشكل كبير كبير بزاف في المغرب، اي برافو عليكم لانكم حسيتوا به وتنتوما انخرطتوا بشكل جدي وكبير، وغادي نشوفوا غادي نتعرف من خلالك ايضا على نوعيه الانشطه اللي كتقوموا بها سواء كان داخل الجمعيه او خارج الجمعيه. عزيز أيوب، طالب بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في السنة الرابعة و أون ميم طون فيس بريزيدون ديال لاسوسياسيون أمبيسيون جون. كيف قالت لكم خلود، بالنسبة للجمعية اختارت تمشي في الدومين ديال التوجيه اللي حيت شفنا الخصص اللي كاين، ومن بعد النشاط ديال من هنا بدينا اللي الحمد لله داز مزيان، قررنا باش نبقاو نكبروا هاد لو بروغرام ونبقاو نديرو زعما شاكاني في بليزيوغ ايكول وحتى في المنصه هنا عندنا في الحي المحمدي بشراكه مع لينداياش وحتى دي بارتنير اخرين. مجال التوجيه يعني في عدد كبير من التقنيات، كنعتقد الموجه الكلاسيكي كيعطي واحد الورقه اللي فيها الشعاب اللي ممكن او تتوافق مع الشعبه اللي تدرسها في البكالوريا ديالك، وعدد كبير من الشباب لا يؤمنون بهذه الطريقه هذه لان ما كتعطيهم شيء المعلومات الكافيه والشافيه اللي ممكن انها تعاونه ياخذ القرار ديجا بعدا، لانه هذه المعلومات هذه متواجده في انترنت. دونك انتم كيفاش حاولتوا تستغلوا ربما النشاط ديالكم اللي كان فيه كل واحد فيكم ربما عنده يعني تخصص مهني او تخصص اكاديمي مختلف اللي من خلاله جذب التلامذ فبالتالي قدرتوا انكم تعاونوهم، دونك لي تكنيك اللي كتستغلوهم الان من اجل تلبيه الرغبه الملحه عند الشباب في مساعدتهم على اتخاذ التوجيه اللي كيناسبهم. اكزاكتومون، دونك حنايا كيف كنت قال لكم سابقا كنختاروا نشوفوا دي زانترفيونون من الدومين، مثلا كنشوفوا دي لوغيا ولا دي كادر في شي دومين وكنجيبو كيعاودوا التجربه الشخصيه ديالهم كيفاش قدروا زعما بهذاك الشعبه ولا بهذاك التوجيه يقدروا زعما يوصلوا لو بوين اللي باغين، زعما كيفاش كانوا كيشوفوا راسهم في الوقت اللي كانوا تلاميذ اللي غادي يلاه غادي كيقول غادي ندير هذه الشعبه وما غنديرش هذه، يعني في بلاصه ما نكونوا غنشوفوا معاهم غير تيوريك غادي يدفع لهاد المدرسه حيت كيقراو هادي وهادي وهادي، كنشوفوا لا براتيك زعما فين شنو غادي يقراو بالضبط، شنو الافاق اللي غادي تكون عندهم و صافي جو بونس على هادشي اللي كنعتقد بانه المهم ايضا هو انه المعلومات وصل بانكم نتوما كتقدموا هاد لو سيرفيس كتقدموا هاد الخدمه، وهنا ربما تيجي دور ديال التواصل داخل الجمعيه، تجي لا بلاتفورم اكيد عندها قنوات خاصه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي او موقع خاص اللي من خلاله ربما كتحاولوا تواصلوا مع الشباب وكتقدموا لهم جميع الانشطه وجميع البرامج اللي تتوفروها خلال السنه. حميتي خليل، طالب في المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير بالدار البيضاء في السنه الخامسه ديالها، شعبه ديال الماركتينغ اكسيون كوميرسيال. الوغ اوتون كو ريسبونسابل كوميونيكاسيون ديال لاسوسياسيون امبيسيون جون، جو بارلي اون جينيرال على لي بلاتفورم ديال لاسوسياسيون ديالنا. الوغ اون في تو سكي كرياسيون دو كونتوني على قبل لي بروجي اللي كنديروا لي كارافان هيومانيتير لي زاكتيفيتي، اون ايسي ديفيوزي كاع لي فيديو لي فوتو اللي خدينا في لا بلاتفورم بوغ fidéliser nos sponsors, nos partenaires, باش يعرفوا شنو كنديروا، et même les gens qui veulent participer ou les يعاونونا في les activités ديالنا كنقدروا نبينوا لهم حنا شنو كنديروا في l'activité في l'association en général. Alors en ce qui concerne l'orientation, le côté l'orientation et encadrement des les jeunes,
الوغ كاينه لا بلاتفورم ديالنا ديال بلاتفورم دي جون ديال الحي المحمدي اللي من خلال ديالها كنقدروا اننا لونسيو لي بروغرام دو فورماسيون لا جينيراسيون ديال لي ليدز ولي لي فورمولير اللي كيعمروا الناس اللي كيبغيو يستافدوا من ديك لي فورماسيون ديالنا كنقدروا من خلالها نلوحوا فيهم لي فوتو ديال لي بينيفيسير من لي فورماسيون وتا الا كان شي ابيل دو زعما قبل باش الناس يستافدوا من ان فينانسمون ولا شي حاجه اترافير لو بارتنير ديالنا اللي هو لين دي اش كنديفوزيو داكشي كامل في لي بلاتفورم ديالنا باش يقدروا الناس يعرفوا لو سونتر ديالنا زعما كاع لي زاكتيفيتي ديالو باش يبينيفيسيو منه. اذا ربما في الاخير غادي نبغي نعرف لان هذا السؤال طرحته ايضا على لو بريزيدون دو لاسوسياسيون سي اس ار. تبارك الله يعني كلكم مشغولين كلكم عندكم مهن ولا يعني مسار اكاديمي اللي تيكون حافل والبعض ربما تيكون تالف غير كيفاش يلقى الوقت باش يقرا ماشي باش ينخرط في اسوسياسيون ويعطي الوقت aussi pour rendre service aux autres. دونك كيفاش كديروا نتوما باش تنظموا الوقت ديالكم وتخليوا واحد الشطر من اليوم pour des activités pareilles. نجاوب انا على هذا الكيسيون. مهم لو طرافاي اسوسياتيف زعما كاع هاد الناس اللي كيكونوا في لاسوسياسيون بعدا عندنا في لاسوسياسيون واخدينها كوم باس. هادي زعما اي واحد يقدر يكون كيعتبر راسو مثلا انا كنقرا كنعتبر راسي راه كنخدم غير هو راه ما كنتخلص يعني هذاك لو طرافاي اسوسياتيف راه كنعاون به الناس كنوصل اي حاجه زعما نقدر ليفور اللي كاين ديال ليكيب كامله كنوصلوا لواحد الناس هكا كلشي زعما فهمتي حتى لو طرافاي اسوسياتيف كيعاون كي بحال قلتي كي موتيفي بنادم باش يعطي اكثر باش يخلي بنادم يستافد اكثر وحتى حتى كطلبه ولا دي كادر ولا اللي كيف ما كنتي كعضو في الجمعيه راه كتستافد من دي كونتاكت كتطلع زعما بزاف ديال الحوايج كتستافد منهم كعضو في الجمعيه و او ميم طون زعما اي نشاط كنقادو ليه كنديروا ليه اون اتود كنقادو ليه لو بروغرام باش حنا كاملين نقدروا نحضروا نقدروا زعما نعطيو لو ماكسيموم باش نعاونوا لو ماكسيموم ديال لي بيرسون. اذا باش نعاونوا لو ماكسيموم ديال لي جان نحاولوا نعرفوهم شويه بلي زادريس نتاع الجمعيه سوغ لي ريزو سوسيو و سي لو سيت ديالكم كومسا الشباب الحي المحمدي من المنطقه وجميع الشباب اللي قادرين انهم يستافدوا من الانشطه ديالكم يعرفوا فين يتوجهوا. بطبيعه الحال اللي بغيتو توجهوا لقبل لاسوسياسيون ديالنا امبيسيون جون سواء اترافير لو سيت ديالنا اللي هو www.ambitionjeune.ma ولا لي بلاتفورم ديالنا لي امبيسيون جون سواء سور انستغرام لينكدين اي فيسبوك اي ميم لو سونتر ديالنا بلاتفورم دي جون حي محمدي اللي هو ديسپونبل اوسي سور فيسبوك اي سور انستغرام. مرحبا بكم. ميرسي لي جان. السيمانة الجاية في برنامج واش فهمتونا غادي نناقشوا موضوع الفشل مع شباب مدينة إفران. أيوب عقيل عنده شركة للتسويق الرقمي وغادي يعاون لنا قصة خلق المقاولة ديالو. وفي مهارات غادي نتعرفوا على بدر اللي باغي يطور مهارة ثقة في الذات. تلقاو الحد الجاي.